كيف نحبس في البيت هكذا؟ وإلى متى؟ استعدادا لأيام الشارقة المسرحية بنسختها 28 والتي ستنطلق في 13 من شهر مارس الجاري بتنظيم من إدارة المسرح بدائرة الثقافة في حكومة الشارقة. تواصل فرقة المسرح الحديث استعداداتها للمشاركة في هذا العام بالعرض المسرحي ليلة ضحى الذي يأتي ضمن مشاركات الفرق المختلفة، حيث يحتضن مسرح معهد الشارقة للفنون المسرحية تدريبات العرض المسرحي الذي يشارك فيه كوكبة من نجوم المسرح الحديث ومختلف مسارح الدولة، وهو من تأليف وإخراج الفنان الفلسطيني غنام غنام. ليلة ضحى حكاية مدرسين في منطقة بعيدة يدرسان الفنون، هو دارس مسرحية دارس موسيقى، ولكن هذه المنطقة البعيدة تقع يعني تحت حكم المتطرفين المتأسلمين، وبالتالي يصبحان بشكل أو بآخر هما يعني بين حجري الراحة الاجتماعي، التخلف الاجتماعي والتخلف الفكري اللي بيجيبه التطرف الديني. الشيخ البلداوي هذا الشيخ طبعا من هذه الوصوليين اللي دائما مع هذول ومع هذول ومع هذا، أي فئة أي طائفة أي هذا تكون موجود معها، شخصية مخططة جدا وذكية جدا ومصلحتها فوق كل شيء، عندها عقدها الخاصة اللي ما تبان للناس ولا توضح إلا أنه تبقى بالنسبة لي كإبراهيم سالم. الشخصية هذه من الشخصيات اللي فيها، مع أن أنا لعبت الشخصيات هذه من قبل ما شابه الشخصيات هذه، إلا أن فيها خط مختلف عن بقية الشخصيات، وهذا اللي عجبني فيها. ألا تريد معرفة الأمرين؟ أبو البراء يخيرك بين أن تطلق زوجك وتخرج من هذه، تطلقها ونخرج وهي ووالي البلدة وهو لي أمرها، فإلا تطلق تترمل. يتناول العرض المسرحي النتائج المأساوية للمعتقدات الظلامية عبر سلسلة من الأحداث التي تعكس حربا لوأد الجمال والفنون والسلام والمحبة، حيث يقدم العرض طرحه لنبذ التطرف والعنف. ليلك بنت متميزة موسيقية فنانة، يعني مدرسة موسيقى هي، تحب شخص في نفس الإطار عملها يكون مدرس فنون، تروح في منطقة بعيدة يعني تصير فيها أوضاع تختلف، تتفاجأ أن أبداً ما كانت حاطة هذا التصور أن بعد الزواج راح يكون هذا وضعها، أن راح تكون سجينة أو شو ما كان. شخصية حمود من الجماعة التكفيرية، ولكن أجبر على أن يكون من هذه الجماعة، وهو من داخله طفل وبريء وما له خص في أي جماعة من هالتطرف. دوري حنا هي الأم، الأم العملية اللي صاحبة شركات وبزنس، شخصيتها قوية جدا، تملك ابنة وحيدة، تعبت في تربيتها وفي الأخير تستسلم لسعادة بنتها وتوافق أنه بنتها تروح تتزوج الشخص اللي هي تحبه، ومن بعدها ينتقلون إلى منطقة تحصل فيها بعض المشاكل. النص المسرحي ليلك ضحى فاز بجائزة الإبداع في المملكة الأردنية الهاشمية عام 2016، وتمت ترجمته إلى اليابانية في عام 2017، وها هو الآن يسعى للتنافسية في عام 2018 على مختلف جوائز أيام الشارقة المسرحية 28.